إلى الشأن الأمنية الآن، تسعى المؤسسة العسكرية إلى تجديد أسطولها الحربي لتعزيز مناعتها الدفاعية تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها، سيما على الحدود، وهو ما جعل الجيش الوطني الشعبي ضمن أقوى جيوش العالم، تقول نادية زعيد في هذا التقرير. بالموازاة مع إعلان المؤسسة العسكرية حالة الاستنفار القصوى على الحدود، تصاعد مستوى الإنفاق العسكري للجزائر، وهو ما يترجم في العديد من الصفقات المبرمة مع الحليف التقليدي روسيا بقيمة تجاوزت سقف 3 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة الماضية. التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على شريطها الحدودي دفعت بالجيش الوطني الشعبي لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية عبر اقتناء أحدث الأسلحة والمروحيات، معطيات جعلت الجزائر في صدارة البلدان الأكثر تسلحاً. ميدانيا نجحت مختلف مفارز الجيش في القضاء على عشرات الإرهابيين وإحباط هجومات أخرى في نقاط مختلفة من التراب الوطني، مع إحكام القبضة الأمنية على معاقل فلول الإرهاب.